مع اقتراب عيد الفطر المبارك يوجه سكان الولايات الجنوبية على غرار ولاية برج باجي مختار بوصلتهم لمحلات بيع الملابس التقليدية لاقتناء أجود ثوب تقليدي يظهرهم في أبهى حلة يوم العيد. احنا دائما في المناسبات والأعياد والأعراس نلبس هذا اللباس، يعني كاين بالأنواع كما راك تشوف، خير يعني خير الكولور كولور اللي بغيت، ومناسب ثاني للفصول، كاين اللي تناسب الصيف كاين اللي تناسب الشتاء. بالمناسبة عندنا القاسنير الموديلات كل كاينين، ومرحبا بكم. واحنا عندنا القاسنير هذا هو عادتنا والتقاليد نتاعنا، القاسنير البازام والقانيلة، وكاين كلش باجة الموديلات كل كاينين باجة. الكزنير ذراعة وغيرها أثواب تقليدية لها تواريخ عريقة بالمنطقة، لا يستغني عنها للكبير ولا الصغير في المناسبات وخاصة الأعياد. نرضاو نعيدوا لا بالبازام، عيد نتاع أجدادنا وجداد أجدادنا، وذاكم نحن رنا فيه. كما عندنا أنواع البازام، أنواع وأشكال، أنواع وأشكال البازام، شوف الديسين اللي تبغي، كاينين أنواع وأشكال، كاين كل أنواع والأشكال، أنواع اللي كاينين، كاين أنواع في النجمة والهلال، كاين أنواع في الإيز بي، عندنا الإيز بي كما راكم تشوفوا، وعندنا أنواع في الدولار، في أي الخنط اللي الخنطة قاع عندنا اللي عجبك. شو اللي يقبل عليه الشباب بزاف؟ سكان المنطقة حابين الخياطة، هذه جديدة، هذه الخرزة تراي عندنا، هذه الخياطة جديدة، هذه هي اللي حابينها الشباب هذا العام. ملابس تقليدية يتزين بها سكان ولاية برج باجي مختار لاستقبال عيد الفطر المبارك، عادة دأب عليها الصحراويون وتوارثوها أبا عن جد.